مساء الفل، معاكم محمد يونس وفيديو جديد. طبعا هنتكلم فيه عن الوضع والاحداث اللي دايره في الشارع المصري. هنتكلم طبعا على موعد الذهاب والاياب بالنسبه للنادي الاهلي وصن داونز في الدوري الافريقي او في السوبر ليج. وخلاص يا جماعه، اتاكد ان المباراه خلاص يوم 29 اكتوبر الساعه 3 العصر، الساعه 3 بعد الظهر ان شاء الله. والاياب ان شاء الله باذن الله تبقى مباراه صعبه جدا 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 في استاد القاهره. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. دي حاجه. الحاجه الثانيه عايز اتكلم فيها بالنسبه لاحمد ابو الفتوح وتجديده مع نادي الزمالك، تجديد اصابه امام عاشور برشح في الكاحل، واللاعب ما سافرش مع بعثه النادي الاهلي الى طبعا جنوب افريقيا. كل التوفيق لامام، لعيب كبير ولعيب مميز. ومارسيل كولر اكتفى بالثلاثي الهجومي في القائمه اللي هو مودست و صلاح محسن وكمان محمود عبد المنعم كهربا. كل التوفيق للنادي الاهلي. هنتكلم في حاجه كمان مهمه وتصريحات كابتن حسين لبيب لصالح نادي الزمالك، وطالع برضو اتكلم وارد على بعض الاعلاميين زي كابتن احمد شوبير، زي محمد عراقي، زي بعض الناس اللي فجرت خبر رسميا عمر كمال عبد الواحد في نادي الزمالك. اقول لك ان شاء الله تفاصيل التعاقد نادي الزمالك مع عمر كمال عبد الواحد. اخر حاجه هنتكلم فيها عبد الله السعيد يا جماعه كسب القضيه ضد النادي الاهلي، والنادي الاهلي هيدفع 70% من الغرامه عبد الله السعيد بالنسبه للمحكمه الرياضيه الدوليه. وطبعا يعني محكمه التسويه عارفين ان خلاص عبد الله السعيد 70% من الغرامه هيدفعها النادي الاهلي، و10000 فرنك سويسري كهرامه على النادي الاهلي. تعال بقى نتكلم في التفاصيل. النادي الاهلي عنده مباراه صعبه جدا يوم الاحد مع صن داونز الساعه 3 العصر، مباراه صعبه، مباراه مهمه. لو ان شاء الله النادي الاهلي قدر يكسب بنسبه اكتر من 70% هيقدر ياخد بطوله السوبر ليج في الموسم بتاعها الاول او في موسمها الاول. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. مارسيل كولر محضر كويس جدا للمباراه، يعني اللعيبه بقت مستعده جدا فنيا وبدنيا، والراجل عمل اكتر من محاضره للرفع من الروح المعنويه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. ركز كمان مع كهربا، مع مودست، مع بيرسيتاو، مع صلاح محسن على ضروره انهاء الفرص بشكل مميز جدا، التركيز امام المرمى. وكمان يا جماعه عايز اتكلم في حاجه مهمه، كولر بنسبه 80% هيثبت التشكيل بعد غياب امام عاشور. كنا قلنا امام عاشور هيبقى جاهز للمباراه انه يبدا فيها اساسي، بالنسبه لي ثبات التشكيل بنسبه 100% نفس تشكيل مباراه طبعا سيمبا التنزاني. طبعا احنا عارفين التشكيله اللي بدات، واذكر لحضراتكم ازاي طريقه اللعب اللي هيلعب بيها مارسيل كولر. كولر في حته الدفاع يلعب 4 3 3 صريحه، هيلعب طبعا شناف في حراسه المرمى، 2 سنتر باك او سيرد باكات محمد عبد المنعم، وكمان المتميز ياسر ابراهيم على اليمين كباك رايت طبعا محمد هاني، وعلى الشمال كباك ليفت اللاعب المتميز جدا علي معلول. 3 في نص الملعب مروان عطيه، ده لازم لان اكتر لعيب في مصر حاليا بيعرف يستخلص الكوره. 2 قدامه هيبقى على اليمين اللاعب المتميز جدا 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 اليو ديانج، وعلى الشمال افشه. ده بالنسبه لي على الورق. على الطبيعه مش تبقى كده خالص يا جماعه، على الطبيعه تبقى 4 2 3 1، هيبقى 2 ارتكاز اليو ديانج والمتميز جدا مروان عطيه، قدامه رقم 10 افشه، على اليمين تاو، على الشمال الشحات ومهاجم صريح هيبقى كتارجت مان او كسترايكر محمود عبد المنعم كهربا. فكولر هيغير من جلد الفرقه، مش هيلعب 4 3 3 صريحه او 4 1 4 1، الراجل هيلعب بحاجه مهمه جدا 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 الا وهي ايه؟ 4 2 3 1 2 ارتكاز ثابتين في نص الملعب، لان اميز خط عند صن داونز اللي هو الخط اللي هو نص الملعب بما فوق، لان خط الظهر عندهم لعيبه كتير عندها بطء، حارس المرمى عنده ثقه في نفسه جامده، ان شاء الله ممكن يغلط اكتر من غلطه والنادي الاهلي يقدر يكسب بكل سهوله. كل التوفيق ان شاء الله النادي الاهلي، اي نتيجه ايجابيه ان شاء الله كتعادل بالنسبه للنادي الاهلي او اي فوز ان شاء الله بنسبه كبيره يقدر يتاهل للمرحله القادمه. بالنسبه لتصريحات مدرب صن داونز، تصريحات يا جماعه مدرب صن داونز اتكلم في حاجه مهمه جدا، وقال لك احنا افضل كوره في افريقيا بيلعبوها هو نادي صن داونز. وانا يا جماعه بصراحه معاه، لان هو من وجهه نظر هو جارديولا افريقيا، لان مدرب عنده تنقل ما بين الخطوط بشكل متميز جدا، في انسيابيه في الحركه، حاجه كبيره، حاجه متميزه جدا جدا. اتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يعدي المرحله القادمه. وكل التوفيق للنادي الاهلي. لو عجبك الفيديو ريت تصلي على في الكومنتات، ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ريت تشارك في القناه وتفعل زر الجرس على كل جديد. انا محمد يونس، دمتم في امان الله.